مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من هاشتاج اهلي. زي ما انتم عارفين طبعا هاشتاج اهلي بيستعرض كل اخبار السوشيال ميديا، بنشوف ايه اللي موجود على السوشيال ميديا، ايه اللي عامل ضجه على السوشيال ميديا وبنجيبه لحضراتكم. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا بتاعه البرنامج على هاشتاج اهلي بالفرانكو على فيسبوك وتويتر وعلى انستغرام. زي ما انتم عارفين طبعا بيكون معانا سؤال في كل حلقه من حلقات هاشتاج اهلي. تعالوا نتعرف على سؤال حلقه النهارده، بيقول توقع من يكون طرفي نهائي البطولة العربية. تعالوا نتعرف مع بعض هيكون عندنا ايه في هاشتاج اهلي النهاردة. صالح جمعة بيحتفل بعيد ميلاده ال 24، وعماد متعب بيحتفل بعيد ميلاد سيلين، وإشبيلية بيبتكر طريقة جديدة لتقديم صفقاته. اهلا بكم مره ثانيه، وتعالوا نشوف كده ايه اللي كان موجود على السوشيال ميديا. تالي من امبارح للنهارده كان كل الفانز وكل الصفحات وكل الناس بتهني صالح جمعه. قبل ما اقول مين هنى صالح جمعه، انا شخصيا عايز اقول لصالح جمعه كل سنه طيب، كل سنه وانت ناجح، كل سنه وانت هداف، ويا رب ان شاء الله السنه دي يعني تكون سنه سعيده وتقدر تحقق كل اللي انت عايزه، ومكانك يكون موجود سواء في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي او في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. وكل سنه وانت بصحه وسعاده يا صالح. هنشوف الناس احتفلت بقى بصالح جمعه ازاي على السوشيال ميديا، والبدايه مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، واللي احتفلت بعيد ميلاد طبعا لاعب وسط الاهلي صالح جمعه، ونشرت الصفحه على حسابها على فيسبوك صوره للاعب وعلقت عليها وكتبت نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا صالح جمعه، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. كمان تعالوا نشوف مين هنى بقى صالح جمعه بعيد ميلاده ال 24. البدايه مع الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اللي هنى صالح جمعه بعيد ميلاده ال 24، وده من خلال تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشرت الصفحه الرسميه للفيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوره للنجم الاهلي وكتبت عليها عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب المصري والنادي الاهلي صالح جمعه 24 عاما اليوم. كمان احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف على تويتر بعيد ميلاد صالح جمعه نجم المنتخب الوطني والنادي الاهلي، وكتب الكاف في تغريده لصالح عيد ميلاد سعيد لصالح جمعه افضل لاعب في كاس الامم الافريقيه للشباب 2013 والذي يحتفل اليوم ببلوغه 24 عاما. اما رامي ربيعه مدافع الاهلي فنشر على حسابه على انستغرام صوره مع زميله صالح جمعه، وده طبعا بمناسبه عيد ميلاده، وكتب ربيعه على الصوره كل سنه وانت طيب يا صاحبي وعشره الطفوله. كمان هنأ محمد هاني نجم الجبهه اليمنى في الاهلي صالح بعيد ميلاده، ونشر هاني صوره مع صالح على حسابه على فيسبوك وكتب عليها كل سنه وانت طيب يا صالح. اما حسين السيد فاحتفل بصالح بقى بطريقه غريبه شويه، هو ما رضاش ينزل له صوره ويكتب له كل سنه وانت طيب يا صالح، لا هو صور فيديو لصالح جمعه وكان معاه صالح جمعه في فيديو عشان يهنيه بعيد ميلاده. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشره حسين السيد على حسابه على انستغرام ونرجع تاني. سنتي يا حبيبي قلبي ربنا يفرحك اللي انا كنت حقق نفسك فيه. كل سنه وانت طيب يا لالا زي ما حسين قال لك. يا حسين انت متهيألي خلصت على صالح حسين بعد الفيديو ده. صالح جمعه طبعا اتعرض جاله برد بعد الفيديو اللي صوره له حسين السيد، ولكن ان شاء الله يلحق بمباراه غدا باذن الله يكون موجود ضمن التشكيله الاساسيه. كمان استعرضت الصفحه الرسميه للبطوله العربيه صوره وصول بعثه الاهلي لمقر الاقامه بالاسكندريه، وده طبعا استعدادا لمواجهه الفيصلي الاردني في نصف نهائي البطوله العربيه. احتفل عماد متعب مهاجم الاهلي بعيد ميلاد بنته سيلين الثالث، ونشر متعب صوره بتجمعه بصغرته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها وكتب كل سنه وانت طيبه يا سيلين، ربنا يخليك ليا يا حبيبتي.
سعد سمير كده من الواضح يا جماعه يعني ان هو كان قاعد فاضي الايام اللي فاتت بسبب الاصابه، ودخل بقى عمل حفله كده على تويتر وابتدى يرد على الناس ويتكلم مع الناس. هنشوف سعد سمير عمل ايه كده. مدافع طبعا، تواصل سعد سمير مدافع الاهلي مع الجماهير بشكل مباشر على حسابه على تويتر. هنستعرض مع بعض الحوار اللي دار ما بين سعد وما بين جمهوره على طبعا لبس البطوط اللي ظهر فجاه في النادي الاهلي وهو جونيور اجاي وليد ازارو، ونشوف البدايه مع مين. البداية مع حلواني واللي كتب لسعد أنا عيد ميلادي النهاردة، فرد عليه سعد سمير وكتب له حلواني كل سنة وانت طيب بصوت رفاعة الدسوقي. أما أحمد عصام فسأل سعد أجاي خد منك وقت عشان يتكلم عربي، فرد عليه سعد وكتب له خالص ده اتكلم عربي أحسن من تريزيجي. اما احمد البوي فقال لسعد لا ده انت معلم وبترد على كل الناس بقى، طب قول لي يا كابتن سعد ايه الفرق بين الاهلي واي نادي تاني؟ فرد طبعا سعد على احمد وقال له الاهلي كبير قوي. اما الباش مقاول فسال سعد بيقول له ينفع يا كابتن يبقى ميعاد ماتش الاهلي في البطوله العربيه في نفس الميعاد بتاع اودي كاب اللي هيلعب فيه ابو صلاح؟ فرد سعد على الباش مقاول وقال له معلش الاهلي اكيد اهم. كمان كتبت سهى لسعد انت ما بتردش على البنات ولا ايه؟ فرد سعد على سهى وكتب هما فين البنات؟ كده سعد داخل تدور على البنات على تويتر يا سعد. اما جانا فقالت لسعد كابتن شادي بيمس عليك يا كابتن، فرد سعد ما تحسسونيش ان انا السبب، وده طبعا في اشاره يعني للبطوط اللي انتشر مؤخرا في النادي الاهلي وحاطين صوره لازارو واجاي. كمان شارك ادمن صفحه الاهلي جول في الحوار وقال لسعد الاقاويل بتشير الى وجود يد لسعد سمير في الموضوع، فما اقوالك يا سعد؟ فرد سعد على الاهلي جول وكتب يا باشا دي عيال بايظه وانا ما اعرفهمش. عشان يجي في الاخر صفحه ادمن صفحه ابو تريكا ليفرز اللي شارك بتعليق في حوار سعد وكتب نفسي اعرف مين اللي فهمهم ان دي موضه، رد عليه سعد وكتب له لا بصراحه انا فهمت اجاي بس، لكن وليد ازارو شكل الموضوع عجبه فدخل معانا. كمان نشر نادي راس الخيمه الاماراتي على موقعه الالكتروني صور تعاقده مع لاعب الاهلي السابق معتز اينو، وحضر جلسه توقيع اينو على عقود انضمامه للفريق الاماراتي كابتن ضياء السيد المدير الفني واحد مسؤولي النادي اللي بيشارك طبعا في دوري الدرجه الثانيه. اما المدافع البوركيني محمد كوفي فنشر اول فيديو ليه بعد عودته الى مصر، وده للانضمام لنادي الزمالك عقب انتهاء اعارته من نادي الاتفاق السعودي، والقى كوفي التحيه لمتابعيه على حسابه على انستغرام بثلاث لغات وهم عربيه وانجليزيه وفرنسيه قائلا صباح الفل وجود مورنينج ايجيبت وحاجات كده كتير كوفي قالها. تعالوا نشوف الفيديو اللي كوفي نزله ونرجع تاني. صباح الفل يا مصر، بونجور ايجيبت، جود مورنينج ايجيبت، ده كان الفيديو اللي نشره كوفي بعد عودته مره ثانيه نادي الزمالك. تعالوا نروح لحارس الاهلي شريف اكرامي واللي نشر صوره ليه على الستوري الخاص بيه على انستغرام بعد ما انهى تدريبه، وعلق اكرامي على الصوره وكتب دن. اما احمد الشيخ العائد الى صفوف المارد الاحمر مره ثانيه من جديد فشارك جمهوره بصوره من التدريبات مع النادي الاهلي. اسلام محارب لاعب الاهلي نشر صوره على الستوري الخاص بيه على انستغرام، الصوره هي عباره عن تصميم او ديزاين يعني اللاعب مكتوب على الصوره المحارب. كمان نشر حسين السيد ظهير ايسر الاهلي صوره مع زميله في الفريق طبعا المهاجم وليد ازارو، وده خلال استجمام الثنائي على احد الشواطئ، وكان معاهم في الصوره كمان كابتن محمد شوقي لاعب النادي الاهلي السابق. شارك عمرو بركات نجم الاهلي جمهوره بصوره ليه من تدريباته مع الفريق وكتب بركات على الصوره اللي نشرها على الستوري الخاص بيه يا رب.
كمان رحب نادي سموحه بلاعبه الجديد عمرو طارق، وده بعد التعاقد معاه طبعا قادما من انبي. ونشر النادي السكندري صوره للاعب على حسابه على انستغرام وعلق عليها مرحبا بك، كل التوفيق طبعا ليك يا عمرو طارق، محطه جديده مع نادي سموحه ان شاء الله بالتوفيق. أما أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق فأعلن انتقاله لنادي الاتحاد السكندري، وده لمدة موسم. ونشر أمير صورة على حسابه على إنستغرام مكتوب عليها أهلا بيك يا أمير. نشر حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق صورة من تعاقده مع نادي وادي دجلة، وعلق المحمدي على الصورة وكتب الحمد لله خطوة وتحدي جديد في مشواري الكروي وعودة للدوري المصري من جديد مع العالمي ووادي دجلة، وأتمنى التوفيق من رب العالمين. أما محمد ناجي جده نجم الأهلي السابق فنشر صورة مع أحمد حسن مكي من المستشفى وعلق جده على الصورة وكتب ألف سلامة. طبعا كلنا عارفين في فترة يمكن من 4-5 أيام أحمد حسن مكي جاله إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ألف طبعا مليون سلامة عليك يا مكي، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول وبإذن الله بسرعة بقى، يعني ما تطولش في الصليب إن شاء الله وترجع بألف سلامة. كمان قدم نادي سبورتنج براجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم لوسائل الإعلام في الحفل اللي أقامه أمس، وده قبل انطلاق الموسم الكروي في البرتغال. ونشر محترفنا كوكا صورة من خلال تقديمه لوسائل الإعلام. للأسف يا جماعة دي كانت أخبارنا النهاردة من هاشتاج أهلي. يمكن الوقت ما كانش ما أسعفناش إن احنا نقرأ سؤال حلقة النهاردة والكومنتات اللي انتوا بعتوها لنا ولا حتى فقرة الفيديوز اللي كانت معانا من هاشتاج أهلي، ولكن تابعونا دايما على السوشيال ميديا بتاع برنامج هاشتاج أهلي بالفرنكو على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. أشوفكم إن شاء الله يوم الخميس الساعة 6:30 وحلقة جديدة من هاشتاج أهلي. السلام عليكم.